شكرا جزيلا. نمضي ونتواصل معكم مشاهدين الأعزاء في صباح الشروق، ونذهب إلى التقرير التالي والذي يحوي تكريم الفنان المبدع صديق أحمد، نتابع. الفنان الغامض صديق أسرى الساحة الفنية بالعديد من الأغنيات، وساهم في كثير في تطوير أغنية الطنبور في المنطقة، وله الفضل الكبير في أنه يصل بالأغنية دي لما وصلت إليه، ونحن فخورين جدا بأنه التكريم يكون من الجابر. حتى صديق رغم أنه من أبناء أرقي، الناس كثير حتى الناس من أرقي كان بيفتكروا من الجابرية بحكم الصلة بيننا والعلاقة الطيبة تمت بيننا، واشتغلنا مع بعض في حكاية الغنى هو الأغاني لغاية ما وصلت المرحلة اللي وصلتها. فمن هنا أتمنى للأخ فنان صديق الشفاء والصحة والعافية ومزيد من تطوير الأغنية.